أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو
لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك
سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسرى صدق الله العلي العظيم.